في سوريا استهدفت فصائل محلية بالقذائف الصاروخية والمدفعية قرى وبلدات على الضفة الشرقية لنهر الفرات. بحسب مصادر محلية فإن القصف انطلق من قريتي الدوير وسبخان غربي الفرات. وفي السياق أفاد المرصد السوري بأن قوات سوريا الديمقراطية تسللت إلى قرية البوليل واشتبكت مع عناصر نقطة عسكرية للمجموعات المحلية مما أدى لمقتل 7 مسلحين. للمزيد ينضم إلينا من القمشلي شمال شرقي سوريا مراسلنا هجار السيد، نفصل معك كل هذه التطورات والذي حصل تحديدا. هجار تفضل. نعم، بالفعل ارتفع عدد المصابين جراء القصف من قبل الميليشيات الإيرانية المتمركزة في الضفة الغربية وبالتحديد من منطقة المادي والمكمل على الضفة الشرقية إلى نحو 14 مصابا منذ فجر اليوم. وبحسب المعلومات تمركز القصف على 3 بلدات، البصيرة والبوحمام والتشكية، استهدفت فيها العسكريين وأيضا المدنيين. أغلب المصابين هم من المدنيين بحسب المعلومات. جاء هذه القصف الشديد من قبل الميليشيات الإيرانية بعد قيام قوات سوريا الديمقراطية للمرة الأولى بعد 7 سنوات بالدخول إلى الضفة الغربية أو التسلل إلى الضفة الغربية، وبالتحديد طريق طهران دمشق، وتعتبر من أهم الطرق بالنسبة للميليشيات الإيرانية. استطاعت قوات سوريا الديمقراطية بحسب مصادر ميدانية أو بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 7 عناصر من الميليشيات الإيرانية، واستطاعت هذه المجموعة العودة إلى الضفة الشرقية من نهر الفرات. قوات سوريا الديمقراطية أيضا حاولت في منطقة القامشلي والحسكة بمحاصرة المربعات الأمنية التي تتواجد فيها قوات الجيش السوري وأيضا بعض الميليشيات الإيرانية وبالتحديد فوجي الطرطب وأيضا كوكب في مدينة الحسكة. تحاول قوات سوريا الديمقراطية الضغط على حكومة دمشق لإيقاف الهجمات التي تقوم بها الميليشيات الإيرانية على قوات سوريا الديمقراطية وأيضا على القواعد التحالف الدولي المتواجدة في منطقة دير الزور. وأيضا نحو 48 ساعة كان هناك اجتماع وتدخل من قبل قيادات من الجيش الروسي، حاولت جاءت من بعيدة حميمي وصلت إلى مطار القامشلي الدولي، ولكن بحسب المعلومات فشلت هذه القيادات بالوصول إلى حل تسوية ما بين قوات سوريا الديمقراطية و قوات الجيش السوري والميليشيات التابعة لها وبالتحديد الدفاع الوطني. وأيضا بالنسبة للتحالف الدولي هناك دخول لتعزيزات عسكرية. ليلة البارحة هبطت طائرة شحن في إحدى القواعد الأمريكية، وأيضا كان هناك تدريبات عسكرية مشتركة ما بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي في منطقة دير الزور. من القامشلي شمال شرقي سوريا مراسلنا هجار السيد، شكراً.